بسم الله الرحمن الرحيم، كيف الحال؟ إن شاء الله الكل تمام. أول شغلة كنت وعدتكم بلايف، لكن بسبب إنه حكيتوا لي احفظ اللايف وكذا فحبيت أصور فيديو أحسن. تمام، هو مش أحسن بس يعني مشان جودة التصوير، مشان يكون أفضل شوي، يعني يكون أوضح. تمام، يكون الصوت أحسن، والعوامل التانية ممكن تأثر في جودة الفيديو. تمام. هسا خلينا نبلش بالتشابتر الثالث. طبعا هذا التشابتر رقم 3، تمام، للطلاب الجداد. هذا التشابتر رقم 3، تمام، بيحكي عن الديموغرافيك. اوكي، بيحكي عن شو؟ عن الديموغرافيك والابيدمولوجي. تمام، الديموغرافيك والابيدمولوجي. تمام. اول شغله بالنسبه للابيدمولوجي، انا راح استخدم شغلتين كثير مهمات، شغلتين مانهم كثير مهمات في اني حتى اقدر احدد الابيدمولوجي. راح استخدم شغلتين مهمات حتى اقدر استخدم واستخرج الابيدمولوجي. استخرج ايش الابيدمولوجي؟ اول شغله لازم اعرف الديموغرافيك، ولازم اعرف بيسك هيلثي ستيت. تمام، انا لازم اعرف قديش الديموغرافيك، قديش نسبه او احصائيه عدد السكان في منطقه معينه، وكمان لازم اعرف البيسك هيلث ستيت، الحاله الصحيه الرئيسيه او الموجوده. تمام، هاي الشغلتين نحن بنستخدمهم مشان شو؟ مشان نطلع الابيدمولوجي. مشان نطلع شو؟ مشان نطلع الابيدمولوجي. نحكي بسم الله. بسم الله. Does the disease affect؟ شو هي العوامل المؤثرة على الديسيز؟ شو هي العوامل المؤثرة على الديموغرافيك؟ شو هي العوامل المؤثرة على الإبيدمولوجي؟ في كثير عوامل بتأثر على الإبيدمولوجي، بتأثر على إحصائية الكثافة السكانية في منطقة معينة. منها العمر، هل هاي المنطقة يكثر فيها الصبيان؟ يعني إنه هل هي منطقة فتية نامية؟ يعني فيها صبيان كثير، فيها يعني نسبة الشباب أكثر؟ تمام، ولا هي منطقة فيها نسبة العالم الكبيرة أكتر؟ تمام، واللايف ستايل، يعني هل في ناس هون بتكتر فيها الكرونيكال ديسيز، الكرونيك ديسيز اللي هي أمراض المزمنة، تمام، اللي بتنتج بسبب، اللي معظمها بينتج بسبب الفاكتور متعلقة باللايف ستايل، منها السموكينج، منها الاكسرسايز قليلة، منها التغذية سيئة، والآخرية من عوامل كثير مهمة. تمام. لما باجي أنا بحكي على الجنس، نحن بنعرف إنه في كثير أمراض مرتبطة فقط بالجنس. يعني ما أجي بحكي عن سرطان الثدي، سرطان الثدي 10% من السوريين الرجال أصيبوا، لكن في مقابل إنه نسبة كثيرة من النساء، لكن هاي المرض متعلق أكثر شغلة بمين؟ بالنساء. وأيضا الدخل جدا مهم. هل هاي الدولة فقيرة، عندها سيستم من الصحة منيح ولا لا؟ كمان المهنة، نحن بنعرف إنه في كثير أمراض متعلقة بمهنة معينة. لما باجي بحكي والله هذا بيشتغل في مصنع كبريت وكذا، فأكيد أول ما يجي يسأله الدكتور بيحكي له أنت شو مهنتك؟ شو هي مهنتك؟ ليش عندك نسبة عالية مثلا من ثاني أكسيد الكربون؟ ليش عندك نسبة عالية من مادة كيميائية معينة؟ تمام؟ هاي مجموعة من الشغلات اللي ممكن تأثر على الديموغرافيك، ممكن تأثر على الإبيدمولوجي، ممكن تأثر على الهيلثي بشكل عام أو الديسيز. تمام؟ نيجي نحكي عن الديموغرافيك. طب شو هي الديموغرافيك؟ يعني صار لي ساعة بنحكي عن الديموغرافيك والشغلات بتأثر في الديموغرافيك. شو هي الديموغرافيك؟ أول شغلة هي عبارة عن إحصائية، بتدرس اللايف بوبولوشن اند سب بوبولوشن، بتدرس العالم البوبولوشن الموجودة والبوبولوشن ايش الفرعية. طيب إن شاء الله. تمام، بتتغير بتغير التايم وتغير السبيس، تغير بتغير الوقت والزمان. هسا نحن بنيجي على الديموغرافيك في 2015، هي نفسها الديموغرافيك الموجوده هسه؟ طبعا لا. ليش؟ لانه في كثير عندي من الوفيات هسه بسبب كورونا، في عندي كثير من المصاري راحت للقطاع الصحي. تمام، فاذا الديموغرافيك احصائيه السكان هاي بتتغير بتغير الزمان، بتغير المكان. لمن اجل مناطق صحراويه، هي نفسها الديموغرافيك فيها لمناطق. اكبر مثال، السكان في عمان والسكان مثلا في الطفيله. كيف السكان في الطفيله؟ السكان في الطفيله عددها قليل جدا بالنسبه للسكان في عمان. تمام، اوكي.
الديموغرافيك تتضمن شغل كثير مهمة، تمام؟ الديموغرافيك تتضمن شغل كثير مهمة، هي دراسة السايز والستركتشر والديستريبيوشن للبوبيولوشن. فأنا لما بدي أجي أحكي الديموغرافيك بتتضمن شو؟ الديموغرافيك بتتضمن مجموعة من الشغلات اللي كثير مهمة. شو هي هاي الشغلات؟ بتقيس حجم، وبتقيس أيضا تركيبة، وبتقيس أيضا توزيع هدول السكان في منطقة معينة. فأنا لما باجي للديموغرافيك في جوردن في الأردن، تمام، بلاحظ إنه والله حجم الأردن في حجم الأردن، أوكي، بتسع مثلا عدد معين من السكان وكذا. طب كيف توزيع هذا السكان؟ لما باجي بحكي عن عمان وباجي بحكي عن الطفيلة، مين بتستقبل أكبر عدد من السكان؟ فباجي والله بحكي لا العاصمة أكتر مثلا، تمام تمام، وتوزيع السكان وتركيبة السكان، تمام. تركيبة السكان مقصود فيها، ممكن يقصد فيها أكتر من معنى، لكن لما باجي بحكي عن تركيبة، رح أحاول إنه ما يكونش التسجيل كتير طويل. لما بحكي عن تركيبة السكان بحكي هل هم مين أغلب النسبة، نساء ولا رجال، مين أغلب النسبة أو يعني النسبة أكتر، هم الشباب ولا الكبار في السن ولا الأطفال وإلى آخره. فمثل ما حكينا هون إنه في عندي فاكتور بتحدد الديموغرافيك أو بتأثر على الديموغرافيك، الإيج، الجندر، اللايف أوف إديوكيشنال، المستوى التعليمي، تمام. فالمستوى التعليمي أكيد بيأثر على الديموغرافيك. فنحن كمان شوي بس نرجع لهون، نيجي لهون، رح نلاحظ انه نسبة التعليم في الأردن جدا منيحة، نسبة كويسة، تمام؟ نيجي هون، تمام، نيجي هون. طب شو يعني البوبيولوشن؟ شو يعني البوبيولوشن؟ شو يعني البوبيولوشن؟ طب حكينا غاد انه الديموغرافيك بتوصف مجموعة من البوبيولوشن، تمام؟ حكينا انه الديموغرافيك ديسكرايب سبيكتيف بوبيولوشن، توصف نسبة معينة من البوبيولوشن. طب شو هم البوبيولوشن؟ مين هم؟ هم عبارة عن جروب اف، مجموعة من الأفراد أو مجموعة من الأعضاء أو المجموعات، بيشتركوا في characterized from which date كان ممكن في عند البوبيولوشن. يعني بطريقة أسهل، هم عبارة عن مجموعة من الأفراد، تمام، بيشتركوا مجموعة من الخصائص. هاي الخصائص او اهم خاصية انه هاي المعلومات كلها اللي بيشتركوها هم، هاي المعلومات نقدر نحن نحللها، اوكي، هاي المعلومات نحن بنستطيع انه نحللها، اوكي. كيف يعني احنا بنستطيع نحللها؟ بنقدر نعمل لها ديستريبيوشن، نقدر نعمل لها تقسيم، نقدر نعمل لها توزيع، نقدر نعمل لها تركيبة معينة، اوكي اوكي. هون اهم الخصائص اللي بتشترك فيها السايز، سايز المعدل الحجم او معدل النمو، طبعا هذول حفظ يعني ما فيش مجال، بدك تحفظيهن زي الشطوره، تمام، تطلي عليهن وبتحفظيهن. بالنسبه للديموغرافيك، تمام، هسه الديموغرافيك حكينا انه بتتكون من شيء كثير مهم اللي هو البوبولوشن، وحكينا معنى البوبولوشن هون، تمام، وحكينا شو هي الخصائص اللي بيشتركوا فيها، تمام. طب شو معنى كوميونيتي؟ هسه الكوميونيتي المجتمع اجوا عرفوه بطريقتين، طريقه عامه وطريقه بناء على الاحياء. بناء على الاحياء بيحكي لك انه والله هم مجموعه من الاشخاص بيعيشوا مع بعض، بيشتركوا في خصائص طبيعية وبيئية وإلى آخره، تمام؟ تمام. وبنقرأ هون هي قراءة، تمام؟ قراءة. بس أهم ملاحظة إنه الكوميونيتي is a small group of population. لما باجي بحكي أنا عن المجتمع هو عبارة عن جزء من البوبيولوشن، لما باجي بحكي small groups من إشي كبير. لما باجي بحكي عن الجينيريشن، هسا بنعرف انه في عندي مجموعة من الأجيال، هاي الأجيال متعاقبة، جيل ورا جيل، جيل ورا جيل ورا جيل، تمام؟ فأنا مثلا بالنسبة لي جدي من هذا الجيل، أمي من هذا الجيل، تمام؟ أنا من هذا الجيل، تمام؟ فبنلاحظ انه الأجيال هاي أجيال متتابعة، هاد إجا من هاد وهكذا، تمام؟ تمام. طب شو مطلوب مني أعرف؟ أعرف انه شغلتين، بس شغلتين، اللي بده يدرس هالشغلتين هدول بالتفصيل برجع للتلخيص، لكن الشغلتين ببساطة انه الجينيريشن زد تتعلق بالديجيتال جينيريشن، هو جيل رقمي، جيل رقمي. شو يعني جيل رقمي؟ يعني جيل بيتعامل مع الأرقام، يعني هو أول جيل نشأ
اللي هو هاد جيلنا، تمام؟ أول جيل نشأ على منصة إلكترونية كاملة، يعني الجيل اللي هون ما كانش معه تليفون، ما كانش معه كمبيوتر، ما كانش بيقدر لجوجل يفوت لجوجل مثلا، ما كانش بيقدر يحصل على معلومات وكذا، تمام؟ تمام. أما بالنسبة لجيل بومرز اللي هو جيل الدكتورة، حكت إنها من هذاك الجيل، من 1946 ل 1964. هسا بنلاحظ إنه هذول التاريخين اللي هم كان فيهم حرب 48، حرب، يعني كان فيهم حروب كتيرة في هاي الفترة خاصة. فبسبب هاي الحروب صار في عندي فقدان كتير من العالم، فهسا صار في عندي لازم يكون في عندي تعويض، فسميناه بومرز. ليش؟ لأنه هيوج، تغير كتير كبير، تمام؟ فكان لابد من انه الامهات ينجبوا اطفال مشان يعوضوا الاشي اللي راح منهم، تمام؟ اذا هو عبارة عن huge population growth وقت ما كان في عندي حرب. اوكي؟ اوكي. هسا شو كمان لازم نعرف؟ بالنسبة لجيل الميلينز، هذا الجيل يا جماعة هو جيل اليونج، جيل الشباب، جيل العالم اللي عندهم مسؤوليات، جيل اللي العالم تقريبا بتحسيهم انه والله عندهم نفس التفكير لانهم نشأوا في حقبة معينة، حقبة زمنية معينة، تمام؟ تمام. نيجي للسلايد اللي بعده. اللي بده يدرس التعريفات بالتلخيص بالتفصيل يعني بيروح على التلخيص، لكن بشكل بساطة بما انه انا هون في الفيديو بشرح يعني توصل الفكرة، تمام؟ تمام. بالنسبة للعالم اللي ولدت في جينيريشن زد، والله كانوا عالم رقميين، هاي الكلمة لحالها بتوصلك في الضعي دائرة، والله بتوصلك للحل، تمام؟ البومرز كلمة الوار والهيوج بتوصلك للحل، تمام؟ تمام. تمام إن شاء الله. هسا بالنسبة للسلايد هاد بيحكي لي عنه انه انا شو كيف ممكن استفيد من الديموغرافيك في تحديد الابيدمولوجي، تمام؟ في تحديد شو؟ في تحديد الابيدمولوجي. هذا الاشي رح نعرفه عن طريق تعريف الابيدمولوجي. قبل ما ناخد تعريف الابيدمولوجي بيجي بيحكي لك انه نحن بنستخدم الديموغرافيك، تمام؟ مشان نوضح explain the risk of different healthy problem، مشان نقدر نوضح مشاكل ال problem، مشاكل ال healthy، تمام؟ مشاكل الصحة، تمام؟ تمام إن شاء الله. يعني أنا بستخدم ال demographic، توزيع السكان وكذا وتنظيمهم في فئات معينة مشان أقدر أحدد شو أسباب الموت، شو أخطار الموت وإلى آخره، أو شو كان سبب المرض الفلاني، كهذا المرض قديش أثر في هاي المجموعة من الناس وهي الشغلات، تمام؟ بالنسبة عنا هون تعريف الإبيدمولوجي. هسا يا جماعة الإبيدمولوجي هو عبارة عن شو؟ هو عبارة عن شغلة بتحكم في النظام الصحي، بتحكم في النظام الصحي. هسا الإبيدمولوجي هو علم الأوبئة، فمن كلمة علم الأوبئة أنه بده يدرس وباء معين مشان يقدر يتحكم فيه، مشان يخفف العبء على النظام الرعاية الصحية. بالنسبة لهاي الشغلات هي عبارة عن كلمات يونانية، والإبيدمولوجي هو عبارة عن study upon people، upon people دراسة ال open people، open معناها open معناها إبد في اليوناني، تمام؟ تمام. بس أهم شغلة يا جماعة إنه نعرف إنه استخدام الإبيدمولوجي استخدام الديموغرافيك في تحديد الإبيدمولوجي، طيب فين نحن بنستخدمه في تحديد الإبيدمولوجي؟ هون ملاحظة حكتها الدكتورة إنه والله الإبيدمولوجي هو عبارة عن study upon people، تمام؟ تمام. ما في إشي من برا، ما طلعتش من برا هون، إلا إنه we use different demographic. ليش؟ مشان explain the risk of healthy problems. yes. تمام؟ تمام. هون بالنسبة لهاد قراءة حرفية الـ rule of epidemiology اللي هي هاي. هسا أنا كاتبهم أنه هم خطه كتير صغير، تمام؟ أما أهم شغلة في هاي الأولى، أهم شغلة بالنسبة لهاي الأولى، بالنسبة لأول نقطة بيحكي لي إنه الإبيدمولوجي بتحدد سبب الأمراض وتحدد أهم الأسباب الرئيسية، أهم الأسباب الرئيسية المسببة للأمراض، تمام؟ هسا أهم شغلة إنه هون حكيت لي إنه الإثودجي هي عبارة عن كوس، هي عبارة عن إيش؟ أسباب أو حالات، تمام؟ تمام. هون في التلخيص كتبت لكم مجموعة من الأسئلة، طبعا هي أسئلة دكتورة كتبت حكتها، تمام؟ هون سؤالها الأول بيحكي لك what would cause someone to be
at a risk for COVID. ليش الناس تنصاب بخطر بخطر COVID 19؟ أول شغل لأنهم ما تبعوا الهيلث بوليسي اللي حاطتهم الدولة تبعتها. طب شو الهيلث بوليسي؟ برتدوش الكمامة، ما فيش تباعد اجتماعي، ما فيش بغسلوش إيديهم وبس، تمام؟ طيب when the population with COVID. هاي هذا السؤال منيح، يعني مش منيح انك تطلي عليه، تمام؟ منيح انه الحدا يطل عليها. وين المشكله مع كوفيد 19؟ طب نحن وين مشكلتنا مع كوفيد 19؟ صار تقريبا سنه، وين او صار تقريبا 10 شهور، وين كيف بدنا نحل مشكلتها؟ وين المشكله بالضبط؟ المشكله بالضبط انه نحن ما لقينا علاج لكورونا، انه نحن كل الادويه الموجوده عندنا هي بتعالج الاعراض والمضاعفات، وحكينا انه الادويه بتعالج المضاعفات والاعراض كان سبب في انخفاض الحالات، لما حكينا انه والله الارتفاع كبير متزايد في الحالات الى انه انخفاض في الوفيات. طب شو حكينا شو سبب انخفاض الوفيات؟ حكينا انه صرنا نقدر نتعامل مع اعراضها وعلاماتها. طيب هسه هاي الادويه اللي بتخلينا نقدر نتعامل مع اعراضها وعلاماتها، تمام، بتقدر تخلينا ما بتخلينا نتحسن او ما بتخلينا نتخلص من كوفيد نهائيا، تمام، لكن بتخلينا نشعر بانه والله نحن تحسننا وامورنا تمام. هذا سؤال كثير شفت العالم تسأل عنه، الديستريبيوشن اوف ديزيز. هسه بالنسبه لهي النقاط بدك تحفظيها، تمام، اهم الملاحظات عليها التعريف وانه السؤالين هدول، تمام. الديستريبيوشن اوف ديزيز، الديستريبيوشن اوف ديزيز، هسه لما باجي انا بحكي عن اي مرض معين، اي مرض، خلينا نيجي لمرض سرطان الثدي. مرض سرطان الثدي مين بيصيب بالضبط او بالنسبه الكبرى وين مين بيصيب؟ بيصيب والله النساء، تمام، حددت انا جنس معين. طيب الامراض اللي خلينا نحكي مرض معين بسبب المصانع، يعني مين هو مين بيصيب؟ مين بيصيب بالضبط؟ والله بيصيب العالم بتشتغل في المصانع وهكذا. اذا distribution of disease اول شغله بحكي مين بيصيب. طيب وين مكان الاصابه؟ وين بالضبط؟ وين بالضبط اكثر منطقه بتم اصابه العالم فيها؟ مثلا لو اجينا مرض مثلا يصاب في في افريقيا، في عندي كثير من الامراض تصاب اكثر شنطقه في افريقيا. ليش؟ لانه ما عندها رعايه صحيه منيحه، تمام، هذا الوين. طب في احيان عندنا الانفلونزا، الانفلونزا هي يا جماعه احيانا في ناس بتنصاب فيها بالشتاء واحيانا ناس بتنصاب فيها في الصيف. هذا عباره عن شو؟ هذا عباره عن وين؟ عن تايم، تمام. اذا انا لما باجي بدي اوزع مرض معين، بدي افصل مرض معين تحت قائمه معينه، بسال مين بيصيب؟ بيصيب جنس معين، بيصيب مهنه معينه، بيصيب عمر معين، تمام، بيصيب عرق معين، تمام. هذا هو كلمه هو، مين بيصيب، تمام، تمام. وين متى بيصيب هذا المرض؟ distribution of disease متى، تمام، متى. سوري قبل شوي كنت بشرح في وير، تمام، متى هو؟ هل هو في الصيف ولا هو في الشتاء، اول السنه نهايه السنه، وين متى بيصير بالضبط، تمام. الوقت الإصابة، يعني أكثر مرض أكثر وقت بنتشر فيه. لما باجي أنا بحكي عن الإنفلونزا، مثل الإنفلونزا أكثر مرض أكثر وقت بصيب فيه والله بالشتاء بسبب تغير الجو وكذا ومش عارف شو، تمام، تمام. والحمى كمان نفس الإشي، الحمى مرض بيصيب بمعي وقت معين. وين بيصيب هذا المرض؟ قبل شوي أنا حكيت لكم في أفريقيا ومش عارف شو، هذا كان بسؤاله عن وير، مكان الإصابة، أكثر منطقة بيتم التعرض لها فيها الإصابة. مثلا زي ما حكينا قبل شوي في أفريقيا في عندي كثير أمراض تنتشر فيها ومش عارف شو. ليش حكينا؟ بسبب نرجع دائما بنرجع للريسورس، ليميتد ريسورس، نرجع لفكرة إنه والله المصادر محدودة. فمثلا دائما مثل ما حكينا في المخطط طبع لقدام شوي حناخده، ان الدول الفقيره هي الدول الاكثر عرضه للاصابات، تمام، لقدام شوي بناخده، تمام، هي الدول الاكثر عرضه للاصابات، اوكي، لهون، اوكي. اذا انا لما بدي اعمل ديستريبيوشن لاي ديزيز معين بسال حالي هو وين وير، هو وين وير، اوكي، اوكي، مين ومتى والمكان. الجلوبال بوردن اوف ديزيز، صار في عندي عيب. هسه رح نيجي نحكي عن الجلوبال بوردن اوف ديزيز، العبء، كيف بتاثر الاقتصاد، الامراض، كيف بتاثر الامراض على الاقتصاد، كيف بتاثر الامراض على السياسه. طب شو العبء، العبء المرضي، يعني شو كلمه عبء هاي، شو علاقتها بالموضوع؟ ببساطه هي عباره عن شو، هي عباره عن تغطيه شامل او خلينا نحكي تقدير شامل، تمام، لشو هي اسباب الامراض، شو هي
عدد الوفيات شو هو، عدد العالم، عدد العالم المحاجز، عدد العالم المريضة، شو هي أسباب الأخطار اللي ممكن نتعرض لها. هسا جديد صار في الأردن الحوادث، يعني والله نسبة منيحة من العالم بتموت بسبب الحوادث، الكانسر، يعني إنه برغم من تطور تطور العلم والتكنولوجيا، هسا تطور العلم والتكنولوجيا مش بالأردن يا جماعة، في بعض الأجهزة الحديثة جدا لا يمكن إدخالها الأردن بسبب مبالغها الكبيرة. فنحن حكينا عن في الإيكونومي، حكينا عن ارتفاع إنه والله التكنولوجيا صارت عبء، التكنولوجيا صارت عبء على الهيلث كارير سيستمز، على الرعاية هيلث كارير سيستم، نظام الرعاية الصحية. تمام. غير هيك هو بيقدم صورة كاملة أو صورة كاملة شو هي الأمراض اللي ممكن تساهم بانخفاض أو فقر الفقر الهيلثي في بوبيولوشن معين. تمام. أوكي، بالنسبة لهاي الصورة، هاي الصورة اللي بعتها للدكتورة حكيت لي إنه مش مطلوب منكم تحفظوها بالتفصيل، لكن احفظوا شغلات معينة منها إنه والله ظهرت سبب الحوادث، ظهور الحوادث. تمام، نيجي نركز على الصورة هاي شوي، دقيقة بس نيجي نركز على الصورة هاي شوي. أوكي، ركزوا معي، هذا الخط بيمثل عبارة عن الفقر أو عبارة عن الانكم، يعني عبارة عن دخل الدولة. هسا كان السهم رايح لهناك فهو عبارة عن دول فقيرة، يعني باجي من هون تقريبا لهناك دول فقيرة، تمام، لهون، من هون لهناك دول فقيرة وهناك دول غنية، هذا الدخل. أوكي، لما باجي باخد السهم هاد، السهم هاد وطالع على فوق، هو عبارة عن متوسط متوقع الحياة للشعب الموجود في كل دولة أو الهيلثي، قديش الصحة موجودة. تمام، ركزوا لنا هون شوي، هاي المناطق هسا في مجموعة من الألوان، يعني الدوائر هاي ملونة بالصورة. تمام، هاي الدوائر الكبيرة والصغيرة، أكبر دائرة هي أكبر عدد سكان، أكبر دائرة هي أكبر عدد سكان واللي هي الصين. تمام، بيجي بعديها الهند، بيجي بعديها اليو اس اي وهكذا. أبا بالنسبة للأردن، نيجي على الأردن، هيها والله صغيرة كثير، صغيرة مالها، صغيرة جدا، لأنها إيش، قديش عدد سكان الأردن؟ 10 مليون. تمام، عدد سكان الأردن، شو مطلوب مني من هاي الرسمة العميقة المطولة اللي مش عارف شو مالها؟ تمام، ببساطة المطلوب منك تعرف الشغلات المكتوبة، المطلوب منك تعرفي إنه والله طلي على الجابان مثلا، على لاحظي إنه والله المتوقع الحياة شو طلوا هاي الأرقام، طلوا هاي الأرقام، في عندي هون 50 55 60 وإلى آخره. تمام، بس أجي أنا على الأردن، باجي على الأردن بطلع سهم منها، بدي أشوف قديش متوسط عدد الحياة في الأردن أو عدد الناس بتعيش، بلاقي إنه مالها، إنه والله تقريبا 72. تمام، من 72 ل 75. هسه طلوا هون على الجبان، بلاحظ إنه والله هي أكبر عدد عالم بتعيش، تقريبا بيعيشوا 83 سنة. نيجي على قطر، قطر هي عبارة عن أغنى دولة، لاحظوا كيف هون جاية، هي عبارة عن أغنى دولة. تمام، يعني أغلى من اليو اس اي، تمام، أغلى من الصين، أغنى من الصين. تمام، بالنسبة لهون، في عندي هون بيحكي لك إنه في حالة، لاحظوا إنه الدول الفقيرة وينها، كلها هيتها مركزة هون، الدول الفقيرة كلها هيتها مركزة هون، متركزة هون. هون شو يعني؟ هون إنه والله هي دول فقيرة، ولاحظوا إنه ما فيش إشي لفوق، يعني نادر ما تلاقي إشي لفوق، فهي دول فقيرة وكمان مالها الصحة تبعتها مش منيحة. تمام، لما باجي للدول الغنية، بلاحظ إنه والله الدول الغنية، تمام، هي الدول الغنية اللي جاية لهناك، الدول الغنية على الألوان، بناء على الألوان، يعني اللي عنده سلايد ملون، تمام، على اللابتوب. تمام، بلاحظ انه هون الدول مالها، الدول الغنية صحتها منيحة. تمام، صحتها مالها، مثلا قطر، والله بحكي لكم قطر اغنى دولة، بس كمان صحتها مالها ممتازة، تقريبا مساوي للاردن، على انه الاردن مالها افقر منها. فنحن بنلاحظ انه في عندي بعض الشواذ لهي القاعدة، انه مش كل دولة غنية صحتها منيحة، او مش كل دولة فقيرة صحتها مش منيحة، منهم اكبر مثال هو الاردن. طب ليش الدول الغنية يعني عندها صحة منيحة؟ تمام؟ لأنه أول شغلة عندها universal health carrier، عندها رعاية صحية شاملة وكبيرة. غير هيك إنه all the people can access to healthy carrier، بتقدر تفوت للهيلثي كارير. غير إنه هي مقدمة
رعاية صحية كاملة، تمام؟ اللي بده يدرس الاشي هذا بالتفصيل بتوجه للتلخيص، تمام؟ اهم شغلة انه هاي الاحصائية تم ايجادها في 2015، تمام؟ بالنسبة لدلائل الالوان، بالنسبة لدلائل الالوان الموجودة بالرسمة، يعني انه طالب بدرس من اللابتوب وكذا، فاكيد هاي الرسمة لازم ندرسها ملونة، تمام؟ بالنسبة للجرين عبارة عن دول امريكية وساوث امريكا وكذا. بالنسبة للدول اللي لونها أصفر عبارة عن أوروبا وروسيا. بالنسبة للون الأحمر عبارة عن الخليج وآسيا وإلى آخره. بالنسبة للون الأزرق هم عبارة عن أفريقيا، ولاحظنا أنه اللون الأزرق هم كانوا أفقر دول، في حين أنه والله الدول الثانية لسه أغنى منها بشوي، تمام؟ تمام. طيب خلينا نركز على أعلى السقف فوق هون. فوق هون معطيني أربعة ليفت، أربع مستويات، تمام؟ ليف 1 ليف 2 ليف 3 ليف 4. انا لما باجي بحكي بالنسبه للاردن، الاردن واقع بوين؟ هيو الاردن واقع تقريبا في الثاني، يعني تمام، اذا اعتبرنا هذا الاول وهذا الثاني فهو بكون في الثالث، اوكي، في المستوى الثالث، يعني والله صحه الاردن منيحه في الثالث، ثالث، تمام تمام، اذا بكون في المستوى الثالث. اوكي لهون نيجي لمتوقعات الحياه. جماعه اللي بده يدرس هاي بالتفصيل، كل شيء، كل الملاحظات اللي حكيتها الدكتوره بتوجه لل اللايف اكسبكتانسي، متوسط العمر المتوقع، تمام تمام. هسا حكينا انه هي عباره عن انه الولد بس يولد باجي بعطي عمر معين. هسا بس ولدت الدكتوره كانوا بيحكوا لها انه هذا الجيل راح يعيش 82 سنه. هسا في ناس كانت بتعيش اطول من 82، في ناس كانت بتعيش اقل من 82. هذا الاشي بيعتمد على شغلات كثير مهمه. شو هي؟ اللي هي هاي المجموعه من الشغلات لابد ان نحن نحفظها. كيف بيجيني عليها السؤال؟ بيجيني عليها السؤال انه والله شو هي العوامل المحدده، يعني all of these expect one، all كلها هدول ولا all of the both، اوكي. يعني السؤال مهم هون. اهم شغله انك انت تفرقي بين متوسط متوقع الحياه واللايف سبينز. هاي انه اول ما يولد انا بحدد شو هو راح يعيش او قديش راح يعيش. هاي قديش الفتره اللي ضايله من عمره، او قديش الفرد طول الفتره اللي حيعيشها الفرد، تمام؟ بدنا نفرق بيناتهم، اوكي؟ بدنا نقراها ونفرق بيناتهم. احسن طريقه للتفريق بيناتهم هي انجليزي انجليزي، يعني صعب الواحد يفرق بيناتهم بالعربي، تمام؟ فانت بدك تفرقي بيناتهم انجليزي، اوكي؟ اهم شغله انه جابان والله هي اعلى متوقع وناس عايب تعيش. ليش؟ لانه والله تقريبا 83، من 80 ل 85 يعني هي متوسطها. هي هون يا جماعه اعلى شغله. اوكي نيجي للمحاضرة الثانية من محاضرات الدكتورة، جوردن ديموغرافيك WHO 2017. هاد شرحته اليوم ان شاء الله، اليوم بالتلخيص. هسا ركزوا كثير منيح هون، انه والله نسبة العالم او المتوسط الحياة في الاردن 73، اوكي قديش؟ 73.2، مش مطلوب منا الاثنين هاي، يعني 73، اوكي. الرجال بيعيشوا 72، اما بالنسبه للنساء بيعيشوا 74. المطلوب منا في هاي الشغله انه نحن نعرف انه الومن ليف اباوت ا يير لونجر ذان مان، تمام تمام، انه والله النساء بيعيشوا اكثر من الرجال. ليش؟ طبعا اكيد لاسباب معينه، تمام. بالنسبه للبوبيوليشن، للبوبيوليشن اوف جوردن ان 1000، 9531، تمام. اما بالنسبه للعالم البوبيوليشن اوف العالم، الاطفال اللي عمرهم اقل من 15 سنه، لاحظوا انه قديش بتمثل 35 فاصلة شيء، تمام. اما بالنسبه للعالم اللي اكبر من 60 بيمثلوا ايش؟ بيمثلوا 5%. هسه بالنسبه لنسبه الاطفال بنلاحظ انه والله نسبه كبيره. وهدول الاطفال يا جماعه رح يعتمدوا بشكل رئيسي على الدوله في غذائهم، في تمويلهم، في 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 الى اخره. اذا هم ما رح يساهموا في الدوله، ما رح يساهموا في الدوله، يعني ما رح يشتغلوا، ما رح يساهموا في الدوله، تمام. اما بالنسبه للعالم اللي فوق الستين ما راح يكونوا قادرين على الشغل، وخاصه انهم بيعانوا من كثير من الامراض، حكيناها بالبوليسي. هاي الامراض كثير مكلفه، منهم بيعانوا من سكري، منهم بيعاني من ضعف سمع، ضعف نظر، ولا تمام. اما لو اجينا جمعنا هدول النسبتين مع بعض، وهي اهم ملاحظه حكتها الدكتوره، انه هدول النسبتين مع بعض بيعطيني شغله كثير مهمه اللي هي 40%. فبنلاحظ انه الاردن ماله، الاردن مجتمع فتي، تمام، مجتمع معتمد، مجتمع معتمد على مين؟ على غيره، معتمد على الدولة. انه هاي النسبة والله نسبة كبيرة من السكان الاردن معتمدين على شو؟ معتمدين على الدولة، اي انهم ما بيساهموا في الدولة،
اوكي بيساهموش في الدولة. ال children young to work لسه صغار على الشغل وما بيساهموا في ال society في مجتمعنا. تمام؟ تمام. واهم شغلة انه كل ال healthy policy كل السياسات الصحية بتركز على الأطفال كلياتها، بتركز على الأمومة والطفولة. فكتير بنشوف من البرامج هاي المتخصصة بالأمومة والطفولة. تمام، ليش؟ لأنهم أكتر نسبة من العالم أو من الناس اللي في الأردن بحاجة إلى النيتس، بحاجة احتياجات كتيرة. تمام، في ظل الريسورس القليلة عنا بالأردن، فهم بيكونوا بحاجة لشو؟ بحاجة كتير من الاحتياجات. احتياج بحاجة لبعض الأطفال بولادوا بتشوهات، فهم بحاجة إلى علاج. في بعض الأمراض بعض الأطفال بيحتاجوا كتير منهم ما بيعملوا، ما فيش رضاعة طبيعية، نسبة كبيرة فيش رضاعة طبيعية. فأنه هدول الأطفال، وخاصة مش بس الأطفال سن الولادة حديثي الولادة يعني، لا، في كتير أطفال من بين يعني أطفال المدارس وكذا. تمام، فهم أكتر نسبة أو أكتر نسبة من البيبول أو أكتر فئة من الناس بحاجة لاحتياجات. وهذا الإشي مكتوب بالتلخيص انه الهيلثي بوليسي بتركز على العالم الاقل من 15. ليش؟ لانهم اكثر نسبه من البيبل من الناس بحاجه الى الاحتياجات. تمام، اما لما نيجي للنمبر اوف ذا يعني العالم اللي عددها اكبر من 60 سنه، احنا بنعرف انه الاردن في كثير ناس في الاردن بيعيشوا لفوق ال 72، في كثير ناس الافرج تبع الاردن بشكل عام 72. تمام، الوومن 74، يس 74 والرجال 72. تمام، لكن العالم بشكل عام اللي فوق اللي فوق ال 60. تمام، اللي فوق ال 60. هسه النسبه هاي بتشير انه لما بحكي لك انه والله في نسبه قليله قليله جدا من العالم فوق ال 60، يعني انا لما باجي بحكي 5% فوق ال 60، هذا شو بدل؟ هذا بدل انه المجتمع الاردني ماله مجتمع فتي. تمام، از يونج بوبولوشن اوف جوردن از يونج. تمام، والحكي هذا كله موجود بالتلخيص. اوكي، انت هون بدك تفهمي. تمام، لما نيجي للي بعده، لما نيجي للي بعده هون عشان خط صغير، لما نيجي على نسبة الفقر في الأردن، نسبة الفقر في الأردن بنلاحظ إنه الأردن ماله، الأردن تقريبا دولة، وخاصة الفقر زاد في الأردن بعد كوفيد، بعد مرور كورونا. يعني بنلاحظ إنه العالم مالها، العالم دائما بتروح تركب فيها مع أي واحد بتلاقيه مع أي تاكسي أو كذا بتلاقيه بيشكي من من الدولة هاي، من اللي صار في الدولة. ليش؟ طب ليش صار في الدولة هيك؟ بسبب إنه كل اقتصاديات الدولة وكل إشي في الدولة، مصاري الدولة وكذا أو المخزونية راحت للقطاع الصحي، وحكينا عنه قبل شوي. تمام، فهذا الاشي قد ما الاردن حاول انه يتخلص من الفقر بلاحظ انه بيزداد مع مرور الزمن. يعني هذا في 2015 2017 كان 1%، الى انه حاليا في 2020 اكيد زاد كثير. تمام، بالنسبه للتعليم في الاردن، للنسبه اللي تحتها، التعليم في الاردن 98%، فانه الشباب الاردن مالهم، شباب الاردن بيعرفوا يقراوا ويكتبوا. تمام، لهون مقصود بالتعليم القراءه والكتابه، فمعظم شباب الاردن بيعرفوا يقراوا ويكتبوا. قبل شوي نحن حكينا عن التعليم في الاردن، بس حكينا عن الديموغرافيك. تمام، تمام. فاذا اللهم صل على سيدنا محمد، نسبه التعليم مالها منيحه كثير. تمام، طيب خلينا نيجي للنسبه اللي بعدها. النسبه اللي بعدها بتخص الجندر، بتخص الايش؟ بتخص الجنسين. فبنلاحظ انه الاردن من الدول، صراحه الاردن من الدول اللي ما فيها تمييز نهائيا، تقريبا ما فيها تمييز بين الجنسين، كان انثى او ايش، أنثى أو ذكر يعني. تمام، ما فيش تمييز. لكن لا، كمجتمع أردني في أحيانا بنلاقي بعض التمييزات، خاصة إنه هاي بنت وكذا، بعض المجتمعات الأردنية أو، لكن الأردن كدولة منيحة يعني بتميزش بين ال، وأكثر أكبر دليل إنه في كل المناصب الإدارية تلاقي إنه في مقاعد، جزء منها مقاعد للإناث. تمام، لكن بشكل عام كدول هسا 180 other، يعني في عندي other country 180 دولة. تمام، الأردن رقم 111 بيناتهم. هسا الدكتورة صارت تحكي إنه هذا المؤشر مش منيح، إنه الأردن 111، بناء على حكي الدكتورة خلاص بدنا نعتمد إنه مؤشر مش منيح.
تمام؟ مش كويس، يعني المفروض الأردن تكون 180 بعد 180، تمام؟ خاصة ديانتها إسلامية صراحة، يعني الدين الإسلامي نفسه ما ميزش بين الذكر والأنثى، والحكي هذا موجه لنسبة معينة من المجتمع، تمام؟ خلينا نجي على الـ human development، التنمية البشرية، التنمية البشرية 86 بالأردن، هذا الإشي بيعني إنه إيش؟ والله التنمية في الأردن ماشي حالها، تمام؟ تمام، نيجي للسلايد اللي بعده. هاد كل اشي بخص السلايد هاد، كل اشي حكيته الدكتورة، يعني ان شاء الله ما بكون في اشي ناقص. تمام، نيجي للسلايد اللي بعده بحكيني عن المورتاليتي والموربيديتي. هسا يا جماعة كمان شوي رح نتعرف قياس كل واحدة منهم، رح اعرف كيف بقيس المورتاليتي واعرف كيف اقيس الموربيديتي. تمام، بالنسبة للمورتاليتي هي عدد الوفيات، الموربيديتي هي عدد الامراض، قديش او معدل الامراض، قديش في ناس مريضة بهذا ال بهذا الاشي بالمرض معين. هناك المورتاليتي هي عدد الوفيات. تمام، خلينا نيجي للجهة هاي يا جماعة اللي هو أسباب التغير في الوفيات. ركزوا معي كتير يا جماعة، لأنه صار في عندي أنا كتير تطور. يعني لما باجي بحكي عن جيل جدي مثلا، هسا والله إنه كان في عنده مكانش، يعني كان بروح بعرجليه في من مكان لمكان، تمام، يعني بتنقله، تمام، حتى لما كانوا بنتقلوا مثلا من جرش لعمان كانوا بنتقلوا بوسائل فيها حركة أقل ما فيها، مش سيارات وكذا ومش عارف شو، تمام، فيش حركة، يعني ضلي طول الطريق وانت قاعدة، تمام، ففيش حركة. هسا هذا التطور وهذا التغير اللي صار خلى انه يتغير سبب الوفيات، تمام، يعني زمان كانوا الناس عالم بتموت من ايش؟ من الأمراض المعدية، أهم أم هاي الأمراض المعدية اللي ظهرت في عام 1980، يعني تمام، ظهر عندي الجذري، لا الحصبة، ظهر عندي الحصبة اللي هي الربو اللي يحكوا لها، تمام، ظهرت عام 1980. فأنا لما باجي بحكي عن تاريخ 1990، دقيقة، لا لما باجي أحكي عن 1900، يوه بعيد كثير، باجي بحكي عن 2009، أوه والله أكيد في تغيرات كبيرة، إذا صار في تغيرات بالتكنولوجيا، صار في تغيرات وكذا، تمام؟ أكيد في يكون رح يكون في عندي تغير بالوفيات. طب شو التغير بالوفيات؟ إنه والله زمان كانت العالم بتموت بالكومنتبل ديسيز، هي أهم معلومة لازم ناخذها، إنه العالم كانت بتموت بالأمراض المعدية، يعني مش ممكن يموتوا من أمراض غير معدية، مش ممكن، قليل جدا، تمام؟ اوكي، لكن بعدين في 2009 ظهرت عندي شيء اسمه نون كومنكبل ديزيز، الامراض غير المعدية، منها السرطان، منها السكري، منها امراض القلب والى اخره، هي امراض غير معدية يا جماعة، تمام؟ امراض غير معدية، تمام؟ مش غلط اذا الطلاب، يعني مش غلط اذا تعرفتوا على اسماء كل مرض منهم، تعرفتوا على معنى كل مرض، تمام؟ طب شو هي اسباب التغير؟ والله بس المطلوب، مش مطلوب مننا نعرف شو ايش كل شيء بالتفصيل، لا، بس انه كان زمان السبب الرئيسي للوفيات هو الكومنكبل ديسيز، هسه السبب الرئيسي نان كومنكبل ديسيز. نيجي للسلايد اللي بعده. هذا السلايد بيعطيني عن اهم 10 اسباب وفاة في العالم عام 2016، اهم 10 اسباب، يعني شو كانت العالم بتموت. هسا مطلق الصدارة هو النون كومنكبل ديسيز، وهذا الشيء اللي حكينا عنه قبل شوي، يعني في 2019، يعني من بداية ال 2000، من بداية ال 2000 ظهرت عندي أمراض اسمها نون كومنكبل ديسيز، أمراض غير معدية، وزاد عدد نسبة الأموات منها. فبنلاحظ إنه النون كومنكبل ديسيز هي المطلقية الصدارة، بعدين بنلاحظ إنه كومنكبل ديسيز، بعدين بنلاحظ إنه سبب الإصابات، ومن أهمها الرود، تمام؟ بنلاحظ إنها رقمها 8 وركزت عليها الدكتورة، فمش غلط نحفظها، تمام؟ إذا الروز رقم 8 لازم نحفظها، تمام؟ أما بالنسبة للميجر سبب الوفيات الرئيسي في 2016 ونفس الإشي في 2009 اللي هم نان كومنكبل ديسيز، تمام؟ بعدين كومنكبل ديسيز، بعدين الإصابات والحوادث وإلى آخره، تمام؟ تمام، هذا الحكي كان متى؟ هذا الحكي في 2016. طب لما إجت كورونا هل صار في تغيير؟ طبعاً، فنحن بنشوف آلاف الناس، ملايين الناس بتموت من كوفيد 19، تمام؟ طب كيف هذا التغير؟ في رسم بياني بوضح لي الإشي هذا؟ طبعاً في رسم بياني، يعني هون كان في عندي 10 أسباب رئيسية للوفيات في 2016، أهمها المطلق الصدارة اللي هو نان كومنكبل ديسيز، بعدين كومنكبل، بعدين الإصابات، الحوادث وإلى آخره، تمام؟ تمام، لما نيجي لهذا الرسم هون في عندي رسمتين، تمام؟ هون في عندي شو؟ رسمتين، اوكي؟ هون في عندي رسمتين، الرسم الأولى بتوضح لي الإصابة الأمراض
وقديش عدد العالم بتموت منها، تمام؟ فبنلاحظ انه في 2020 بين جون وماي، تمام، بنلاحظ انه اكثر عدد الاصابات كان بسبب كوفيد 19، تمام؟ تمام، كوفيد 19 ملايين الناس بتموت منه، هذا بشو؟ هذا ب 2020، طب هذا شيء معروف، هذا شيء طبيعي. طيب طيب بعدين نكم من قبل ديسيز، بعدين نكم من قبل سوري بعدين الامراض والاصابات والى اخره، تمام. اذا في 2020 تغير الافرج هذا اللي كان نفسه في 2013، تغير كثير. كيف تغير كثير؟ صار في عندي في 2020 صار في عندي ملايين العالم بتموت بسبب كوفيد 19، تمام. طب خلينا نيجي نعرف شيء كيف ظهر الكوفيد 19. بدايه اول شغله، الكوفيد 19 ما كانش موجود اصلا، لكن بسبب الزيارات فتحت في الصين والعالم صارت تطلع لبرا، بلش يظهر الكوفيد 19. تعدى كثير من الامراض، تعدى السكري، تعدى تعدى السكري، تعدى امراض القلب، تعدى كثير امراض، وصل لمرحله انه تعدى الكانسر والى اخره، وتعدى سرطان الرئه، وصل لمرحله هون، تمام، وصل لهون في قمه ارتفاعه، رجع نزل لتحت. طب لشو نزل لتحت؟ بسبب انه بلشت الدول تتاقلم مع هذا المرض، تعرف شو هذا المرض، شو لازم تعمل، فعملت لوك داون، معظم الدول عملت حجر، فشيء طبيعي بعد الحجر وتخفيف الاعراض والتعامل مع الاعراض والعلامات انخفض عدد الوفيات مثل ما نحن شايفين، لكن حاليا رجع ارتفع وبرجع بنزل في حالة مستمرة، هذا حسب ايش؟ حسب اجراءات الهيلث بوليسي في كل دولة، تمام؟ تمام، اعتقد هذا انفهم، اوكي؟ بالنسبة لهذا حفظ من السلايد، ما فيش عليه أي إضافة جديدة، حفظ من سوري حفظ من تلخيص، يعني تلخيص أنا هاي الشغلات كلها مكتوبة، لكن أضفنا أضفنا للحروب مجموعة من الشغلات، وأضفنا كمان لمصطلح سيدنا محمد الموتور، حوادث السيارات، حوادث السيارات يا جماعة قبل 4 سنين كان الأردن رقم 4 من عدد من أكبر عدد الوفيات، يعني هو رقم 1 من أكبر عدد الوفيات اللي بتموت من الأحداث. طب ليش؟ الحوادث السيارات، طب ليش؟ ما نحن ببيولوجيتنا نحن كثافتنا السكانية قليلة، ليش بصير هيك في الأردن؟ أنا بحكي لكم بسبب عدم بسبب بدي احكي يعني انه الواسطه وكذا، العالم تاخذش الرقصه بحقه مش عارف شو، لكن لما اجينا لامريكا يا جماعه، امريكا قديش كبيره، اللي قبل شوي اخذنا قديش الكثافه السكانيه تبعتها، الصين، الهند، ليش الاردن رقم 4؟ يعني على الرغم انه 10 مليون يعني في قليل عدد السكان بالنسبه لغيره، فكان رقم 4 من دول العالم، هاي ملاحظه حكيتها الدكتوره. بالنسبه لهدول حفظ، تمام، وبالنسبه للملاحظات هاي حفظ، تمام تمام ان شاء الله. نيجي للمهم هسه اللي هو المورتاليتي. ركزوا معي منيح في المورتاليتي، خليني بس اوضح لكم كم من شغله. هذا اخذناه، هذا شرحنا منه اول 4 نقاط اللي هي نفسها هسه حنشرحها هون، تمام. هاي امثله ما حلتها الدكتوره، نطت هون ما حكت اشي عنه، راحت على سلايدات من خارج الماده، تمام تمام. نيجي للمورتاليتي، راح اشرح الاشي هذا بناء على السلايدات. نيجي نحكي عن المورتاليتي. المورتاليتي هي الديث نمبر، هي عدد الوفيات. هسا بس انا بدي اجي احسب عدد الوفيات، بحسبه باكثر من طريقه، تمام، بحسبه من اكثر من طريقه، تمام تمام. اول طريقه اللي هي الجراد ريت، العدد الفعلي للوفيات والى اخره، تمام. ركزوا منيح هون، باجي بحكي لك انه هو عدد الوفيات الكلي على عدد هاي نمبر، معناها على عدد السكان، على عدد شو؟ عدد البوبيولوشن، تمام. ببساطه هاي هي ايش؟ هذا هو الريت، تمام. اول طريقه لحساب عدد الوفيات او لحساب مورتاليتي او لحساب الديث ريت، تمام. كيف السؤال بيحكي لي فاوند تمام، بعطيني بطلب مني اني احسبها، باجي بحكي له ان هي عباره عن number of death على number of population، تمام تمام. هون معطيني سؤال طالب اني احله، بحكي لي اذا كنت بتعرف انه البوبيولوشن تبعت الجوردن 11 مليون، تمام. اسمعوا خلينا ناخذها نحن مثلا، نحن ناخذها خليها 4000، تمام، مشان نسهل على حالنا حسابات وكذا. البوبيولوشن لمنطقة معينة، بترجعوا تحلوا المثال هذا، البوبيولوشن لمنطقة معينة 4000، تمام، وعدد الوفيات في هاي السنة، في سنة معينة أو في 2019 مثلا، والله كان
خلينا نحكي انه 220 وفا. تمام، هسا طلب مني الجراد ريت. تمام، باجي بحكي له انه الجراد ريت هو عبارة عن عدد الوفيات لهاي السنة على عدد السكان كلهيته مضروب بمية بالمية. ليش؟ لانه هو عبارة عن ريت، هو عبارة عن معدل نسبة، فانا لازم احسبه. تمام تمام، الناتج بيكون، فالناتج بيكون 5.5 في بالمية. تمام، نحسب هسه بالنسبة للسؤال الموجود هون بطلع عنا جواب مختلف. ليش؟ لانه انا قللت الارقام عشان اقدر اتعامل معه بسهولة بما انه شرحه وكذا. تمام، ناخذ الطريقة الثانية. هسه الدكتورة في المحاضرة تبعت امبارح ما شرحتش الا اربع طرق. تمام، ما شرحتش الا شو؟ اربع طرق. تمام، ناخذ الطريقة اللي بعدها. الطريقة اللي بعدها اسمها، تمام، كيس فاليديتي. تمام، هي عبارة عن العدد الوفيات، ركزوا معي هاي، عدد الوفيات، عدد الوفيات بمرض على عدد المصابين بمرض، بالمرض نفسه. فأنا لما باجي بحكي لك عدد الوفيات من كورونا اليوم 400 حالة على عدد الكل اللي صار ماتوا، العائل، عدد المصابين كلهيته 700 حالة، فهيك أنا بدي أطلع. تمام، إذا في عندي الأولى أنه عدد الموت من مرض معين على عدد السكان الكلي. الحالة الثانية، في بنت سألتني أنه ضروري نحفظه إنجليزي إنجليزي، قلت لها لا. ليش؟ لأنه هو ضع دائرة. ليش؟ لأنه هو حل. تمام، فأنت مش ضروري تحفظيه، اعرف أنه مثلا، شوف يا جماعة، اعرفي انه بس بالعربي مشان تقدر تتعاملي معه، بس الاحسن انك تتعاملي معه بالانجليزي صراحة، لانه احيانا الترجمة العربية ما بتعطيكي المعنى الكافي، ما بتعطيكي المعنى الكافي بالضبط. تمام، فعدد الوفيات من المرض على عدد المصابين من المرض نفسه. تمام، قبل شوي كنا بنحكي انه عدد الموت، عدد الموتى من مرض معين على العدد الكلي، لكن هسه في نوعنا الثاني بنحكي عن عدد الوفيات من مرض على عدد الإصابات في المرض. ناخذ المثال. المثال بيحكي لي إذا عرفتي إنه في الجو الأردن عدد الوفيات، أو شو هذا؟ The number of، عدد الحالات، سوري، عدد الحالات في الأردن 61,942، عدد كبير يا جماعة. وعدد الوفيات، تمام، 700 وفاة. احسبي، بكون طالب، ما بكون معطيني الأرقام، في ثلاث أمثلة واضحة جدا بالسلايدات، وبكون شو، بكون طالب مني شو، طالب مني شو أحل. تمام، طالب مني على أي أساس، على أي قانون. تمام، فببساطة بحكي له إنه هو عدد العالم اللي ماتت على عدد الوفيات الكلي مضروب بمية بالمية. تمام، وبيساوي قديش مطالع؟ 1.14%. أوكي أوكي، يعني بسيطة إن شاء الله والكل حيتجاوزها. أوكي، ناخد الحالة الرابعة. ليش الحالة الرابعة؟ مش في حالة ثالثة؟ تمام، أكيد ناسي واحدة. أوكي، نرجع للحالة اللي ناسيها اللي هي الكوس اسبكتيف. يعني هون اسبكتيف معناها مخصصة. تمام، يعني في عندي إشي مخصص، عدد الوفيات مثلا، معدل الوفيات بسبب إشي معين، خلينا نعرف شو هو. تمام، بيساوي هو عدد الموتى بمرض معين على العدد الكلي، على العدد الكلي. خلينا نلخصهم الثلاث اللي أخذناهم لهسا. أول وحدة أخذناها عدد الموتى على عدد السكان. تمام، ثاني وحدة أخذناها عدد الموتى في مرض معين على عدد المصابين بهذا المرض نفسه. أي آخر وحدة الثالثة هاي هي عدد الموتى بمرض على العدد الكلي،
عدد الموتى بمرض معين على العدد الكلي. شو الفرق بين هاي وهاي؟ هاي كان عدد الموتى بشكل عام شو ما كان الأمراض من كل الأمراض على عدد السكان. هون لا، أعطاني مرض معين على عدد السكان. تمام؟ الثالثة اللي هي عدد الموتى في مرض معين على عدد الإصابات من نفس نوع المرض. تمام؟ هذا أخذنا مثال عليه لما قللنا الأرقام. هذا أخذنا مثال عليه تبع كورونا، أنه والله كان في عندي 61 ألف إصابة، وكان في عندي 700 حالة وفاة. فطلعي لي، لا تنسوش يا جماعة نضرب 100%. تمام؟ تمام؟ لأنه هاي نسبة، أوكي؟ لأنه هاي شو؟ هاي نسبة. طيب. الثالثة اللي حناخدها اللي هي الاسبكتف، متخصصة الكوز اسبكتف، عدد الموتى بمرض معين على العدد الكلي. ناخد مثال، ناخد مثال بيحكي لي إذا كانت البابيولوشن للأردن 9 مليون، هاد 9 مليون، أوكي يا إلهي 9 مليون، أوكي الله يحفظنا يا رب، صرنا 11 مليون مش 9 مليون، أوكي 9 مليون. المشكلة أنه نحن أقلال والإصابات عنا دائما ما بتلاقيهم الله عدد الوفيات كذا كذا. طب نحن عدد الوفيات يعني سكاننا قلال، فبصير شو على فكرة يعني أنا معظم الناس اللي بتعامل معها بلاقيها ملتزمة، يعني بلاقيهاش أنه مش ماخذ المرض على مثلا على إشي على أنه والله كذبة أو كذا، لا بلاقي أنه ناس ملتزمة. طب وين هاي الحالات؟ وين هالإش بيجي؟ فالله أعلم. خلينا نرجع لموضوعنا، أوكي 9 مليون. بس لما تيجي تحكي، اسف على المقاطعه بس عن جد لازم احكي، بس تيجي تحكي انه والله الاردن بتحكي هاي الامر الاصابات من عندها، طب ليش بدها تحكي؟ ليش بدها تحكي وانه بحكي انه بياثر على الرعايه الصحيه تبعتها؟ يعني هاي الاعداد، هاي الاعداد بحكي لك انه الاردن وصل لنفس الافرج تبع اليو اس اي. هذا الشيء مش عار، خلينا نحكي مش عار على الأردن أو عار على نظام الرعاية الصحية في الأردن. طب نحن الرعاية الصحية في الأردن بتميز بتميز بكفاءته في الشرق الأوسط، فمش عارف يعني إنه فكرتين عن جد متناقضات. إنه فالله يكون بعون الأردن، يكون بعون النظام الرعاية الصحية. وبس نرجع لموضوعنا، عدد الحالات في الأردن، عدد الحالات في الأردن، عدد السكان في الأردن سوري. تمام؟ في 2015 هاي بناء على دراسة في 2015، عدد السكان في الأردن 9 مليون. تمام؟ لكن العالم اللي صابت فيه من الملاريا بشكل خاص، 5 7 9، تمام؟ 579 من شو؟ من الملاريا. هسا بس تشوفي هدول الرقمين على السريع رح تعرفي انه مرض معين مخصص على البابيروشن كلهيته هو الكوس اسبكتيف. نيجي نحسبها، بحكي 579 على 9 مليون مضروبة ب 100%. الناتج 6.4 في 10 قوة. طبعا هاي الارقام من عندي بالمية، تمام؟ هاي الارقام من عندي، فرح تلاحظوا ان فيها شيء مختل عقليا. تمام؟ نرجع للحالة الاخيرة او الرسم اللهم صل على سيدنا محمد، الحالة الأخيرة أو طريقة الحساب للـ death rate والمورتاليتي الأخيرة اللي هي PMR اللي طلبت منها الدكتورة واجب عليها. هسا شوفوا يا جماعة، هو عدد الوفيات من مرض معين على عدد الوفيات بسبب كل الأمراض. لما باجي بحكي في 2015 وجدوا إنه والله في عنا 600 وأبصر قديش حالي بسبب الحوادث. تمام؟ وهاي اللي من قبل شوي حكيت عنها انه قبل 4 سنين الاردن كان رقم 4. تمام؟ والاردن كان عنده حوادث، الاردن كان كثير فيه. وبعدين يا جماعه في 2020 بس حاولت احسب عدد الوفيات الكلي، حكيت انه مش موجود، فخليني احسب عدد المات. لما لقيت انه عدد الناس اللي ماتت قتل، عدد الناس اللي ماتت انتحار، عدد الناس اللي ماتت، ففعلا حالة الأردن في 2020 كانت مزرية جدا. فعن جد هاي السنة صعبة جدا على الكل، فإن شاء الله ما تنعادش أبدا. يعني مش عارف أنا بلشت أحكي بمواضيع ثانية. نرجع لموضوعنا، PMR. تمام؟ كيف بدي أحسبها؟ بدي أحسبها هو عدد العالم اللي ماتت من ديسيز معين على العدد الكلي، total number of the deaths، عدد الناس اللي ماتت كليا. مثال انا حاطه
بيحكوا لك انه لا والله في مثال بالسلايد، هسا انا حاطه لكم انه في مثال بالسلايد اللي هو هذا. تمام؟ طلعوا منيح هون، طلعوا منيح، سؤال كثير حلو صراحة، للطلاب اللي بحبوا الأسئلة ومش عارف شو. ركزوا منيح، بحكي لك إنه في عندك عيادة، هاي العيادة كان عدد الوفيات فيها 200، في سنة معينة كان في عدد الوفيات فيها 200، عددها الكلي من السكان 4000، عدد العالم، عدد العالم اللي بيجوا لهاي العيادة 4000، وعدد الوفيات في سنة معينة 200، هدول ال 200 منهم 120 شخص، سوري استنى شوي، 120 شخص مات من نون كومن كبل ديسيز، تمام، و70 شخص مات من امراض القلب، اوكي، و30 شخص مات من الكانسر، و10 اشخاص ماتوا من حوادث، تمام. هسه طلعوا علي بس تجمعوهم بيطلع 230، بيطلع 230، فاعتبروا انه الكانسر مش موجود، لانه مشان تزبط القصه، مشان تزبط عدد الوفيات 200، فهون حكى لك انه عدد الوفيات 200، وهون بيحكي لك انه والله بس فرحهن بيحكي انه 200 طلع 230، فانا اعتبرت بس حليت اعتبرت الكانسر مش موجود، وهذا بعت للدكتوره سؤال عنه ولسه ما ردت، يعني انا بعت للدكتوره كم من سؤال وما ردتش يعني لسه، فبنستنى رد الدكتور واكيد حاحكي لكم عنه. اوكي طيب، هسه هو شو طالب؟ هو طالب، اللهم صل على سيدنا محمد، هو طالب البي ام ار، طالب شو؟ البي ام ار. طب طالب البي ام ار، انا بعرف انه البي ام ار لمرض معين على عدد الوفيات الكلي، طب انا مرض طالب لامراض القلب، تمام؟ فانت بتيجي بتحكي هسه البي ام ار هي عدد الوفيات لمرض معين، شو المرض اللي طلبه؟ امراض القلب، قديش عدد الوفيات فيها؟ 70، قديش عدد الوفيات الكلي؟ هسه انا بناء على حكي انه بيطلع 200 على 230، لكن بالنسبه للسؤال على 200 مضروب ب 100%، فالنسبه بتطلع 35%، تمام؟ تمام، اللي هو الجواب هاد. اعيد مره تانية، باجي بقرا السؤال قراءه عامه، تمام، ممكن احيانا ما تفهمي شو يعني هاي الكلمه، بس خلص بتحطيها جنب صاحبتها، يعني مثلا بحكي لك انه والله 70% من الهارت، والله مش عارف شو معنى هارت ديسيز، فانت بتحكي خلص اكتبي عندها جنبها هارت ديسيز. السؤال اذا شفتي كمان مطلوب مثلا هون، طلعوا عليه، حكى لي اللهم صل على سيدنا محمد، وين هالرقم 70؟ هاي هو، تمام، رجع طلبها نفسها، ما غير، ما بيغير الاسم، نفسه، اوكي، بحكي 70 عدد المرض اللي طالبه على العدد الكلي من الوفيات، ركزوا من الوفيات، اعطاني اياه، مش وحده ذكيه تروح تطلع البابيولوشن يا جماعه، البابيولوشن تحت المقام، 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 لما يكون تحت بابيولوشن تنتين بس، تنتين بس، اللي هي كورت والسبكتيف، تمام، اللي هن هدول والسبكتيف، تمام؟ تمام، أول تنتين هم اللي مقامهم بابيولوشن، هم اللي مقامهم شو؟ مقامهم عدد السكان الكلي، لكن اللي مقامه عدد الوفيات الكلي اللي هو البي ام ار، أما اللي عدد المصابين، عدد الإصابات، هذاك الفالتيتي، تمام؟ تمام، هذا هون أمورنا تمام بهذا السؤال، وإن شاء الله أموركم تكون أنتم كمان تمام. نيجي للسؤال هذا، السؤال هذا طلعه منيح، هسا صار يحكي انه انت في عياده، اوكي؟ بدك تقيسي دقيقة. حكالي هي شايفين جماعة بدك تقيسي الكاس فاتيليتي، بدك تقيسي هسا هذا انه معروف عبارة عن شو؟ معروف انه اللهم صل على سيدنا محمد، معروف انه هو عبارة عن عدد الوفيات بسبب مرض معين على العدد الكلي من الوفيات، تمام، هذا اللي استخدمنا مثال عليه من كورونا، لما حكينا انه عدد الوفيات من كورونا 700 لهسه على عدد الاصابات الكلي 1061000، تمام، فهو عبارة عن شو هسه المقام هون بابيولوشن بحذفهن من قاموس حياتي، تمام، فبختار انه والله العدد الاصابه، عدد الموت الكلي، تمام هذا سهل، وبالنسبه لهذا السؤال سهل، حلوه، حاولوا حلوه، ما عرفتوش تحلوه ابعثوا لي، تمام. بالنسبه لهذا الجدول، حكينا بس الدكتوره اعطتنا اربعه، وهن الاربعه اللي انا قبل شوي حكيت عنهم، تمام، وحلينا عليهم الاسئله.
ركزوا لي هون، هذا الجدول اليوم بعث لي سؤال بحكي لي انه انا احفظ النسب، بحكي لك اقسم بالله انه لازم تحفظي النسب. بتعرفي ليش؟ لانه في عندي بحكي لك انه 78% من الامراض بسبب او من الموت يعني بسبب ايش؟ بسبب النون كومنكبل ديزيز. تمام؟ تمام. وال11% هاي اذر اسباب ثانيه بتشمل الحوادث والى اخره، فانت لازم تحفظيهم. تمام تمام. النسب هاي مفروض انك تحفظيها، وبدك تركزي كثير انها هاي الحساب النسب تم قياسها على البي ام ار. تمام تمام. بس هيك نكون ان شاء الله امورنا تمام لهسه. شوفوا يا جماعه بالنسبه لهذا السلايد الدكتوره وقفت عنده، تمام وقفت عنده اللهم صل على سيدنا محمد، وبلشت بشغلات من برا. بعت للدكتوره قلت لها شو دكتوره كيفك ان شاء الله منيحه، اللي هي شغلات مطلوب منها شغلات شرحتين من برا بستنى ردها. صراحه بعت لها تقريبا ثلاث اسئله، اللي هي السؤال الاول بالنسبه للشغلات المطلوب من برا مطلوبه، وانا متاكد انه كل الدفعه بعثت لها نفس السؤال. تمام. السؤال الثاني بالنسبه لهذا عدد الوفيات. السؤال الثالث بالنسبه اللي صار عليه نقاش اللي هو كورونا، هل كورونا جائحه ولا وباء؟ صراحة بعد بحثي لجوجل وجدت انه والله هي جائحة، لكن بسؤال الدكتورة انا بس سمعت ريكورد الدكتورة المحاضرة تبعتها لقيتها انها وباء، رجعتها سألتها مرة ثانية، حوار صار على جروب التليجرام، فمستنى ردها. هاي الثلاث اسئله، فان شاء الله بس تطلع ردها حاجاوبكم عليها، يا ما بجاوبكم عليهم ببوست، يا ما بجاوبكم عليهم على التليجرام، يا بجاوب الاشخاص اللي سالوني او اللي حيسالوني. المهم بالتوفيق لكم كل هيتكم جميعا. اول شغله واهم شغله انه في عنا ناس في السماء بيستنوا دعوه حلوه منا. تمام. فاحنا ما بدنا ننسى الناس اللي ماتت. اوكي تمام، الناس اللي عنا احق اولويه منا في رعايتنا. تمام. لكن في ناس كمان بحاجتنا، ناس بتشتاق لنا ونشتاق لها. تمام. فنحن لابد انه نحن دائما ندعي لها ونتذكرها بالدعاء، ونتذكر امواتنا بالدعاء. دمتم سالمين. انتهت حكاية البوليسي للشابتر الثالث، بالتوفيق للجميع إن شاء الله.